رميل 722 هو أحد الأبنية التراثية اللي تم ترميمها ضمن الغلام كلاستر من بعد انفجار 4 آب. هالمبنى بيعود للقرن التاسع عشر، وبهذا الفيديو رح نحكي أكثر عن مراحل وعملية الترميم، ورح نضوي على بعض المعالم الهندسية اللي بتميز البيت التراثي اللبناني. نحن جروب اوف اكسبرت من معهد الترميم بطرابلس وبالتنسيق مع مديرية الآثار، نزلنا تاني نهار بعد الانفجار على المنطقة يلي هي منكوبة، وكان الميشن تبعنا انه كل حدا من هالاكسبرت يعمل اسسمنت لبيت مهدد بالانهيار. وبعد ما سوينا الارجنت بروبينج وصلنا للروف وقدرنا سوينا هالامبريلا هالشلترينج وقدرنا حمينا المبنى من الانهيار. هلا بس سوينا هيدي المرحلة انتقلنا لمرحلة جديدة بالتنسيق وبالدعم من الـ DAI Dutch Archaeological Institute، مولونا لنقدر نساوي فول اسسمنت ريبورت ليصير هالمبنى ريدي لنقدر نسوي له فول ريستوريشن ورينوفيشن. من اكثر الاماكن اللي تضررت بهالمبنى من بعد الانفجار كانت الواجهه الشماليه اللي بتضم القناطر الثلاثه وبلكونات الخام. بلشت عملية الترميم على الطابق الأول من خلال فك وإعادة تركيب الحجر اللي خرج عن مكانه جراء قوة الانفجار، بعكس الطابق الثاني اللي فقد تقريبا ثلثي الحجارة اللي له. لحسن حظنا قدرنا أن نجمع هذا الحجار ونرجع نستعمله بإعادة بناء هيدي الواجهة على الطابق الثاني. أما بالنسبة للقناطر وبلكونات الخام، فبلشت عملية الترميم ب تقوية فورة الحجر اللي ثبتت عليها بالكونات الخام، ورجعنا طلعنا بالقناطر وتم إعادة أولبتها مع إعادة تثبيت عواميد الرخام اللي بتميز هالثلاث قناطر واللي هي بشكل عام ميزة هندسية بتمتع فيها البيت التقليدي اللبناني. بس تأكدنا إنه الحيطان صارت جاهزة إنه تحمل السقف، انتقلنا لمرحلة ترميم السقف الشاربونت الخشبية يلي كانت موجودة على سطح هيدا البيت، رجعنا رديناها بزيت التكنيك وزيت نوعية الخشب يلي كان مستعمل قبل، وأكيد فاينلي حطينا عليها هالبيراميد الأحمر يلي مؤلف من ريد بريكس. بس رممنا التكنة ورجعنا الخشب والتراسز مثل ما كانوا، صار فينا نرجع نعيد سقف البغدادي يلي هو كمان ميزة من ميزات هيدي البيوت يلي كان اوريدي موجود بهيدا البيت. سو قعدنا ترميم البغدادي وصار جاهز كمان هو بحد ذاته تو ريسيف هاللايم مورتر يلي كان يجي على سقفه من تحت. نوصل لمرحلة كل شيء اسمه خشبيات المنوزرية يلي موجودة بقلب هيدا البيت. الاستراتيجي كانت هون انه نرجع نعيد الاشياء، اما نستعمل الاشياء القديمه يلي كانت موجوده ويلي باغلبيتها كان بعدها وضعها مقبول، بدها نتفت باتشينج وتظبيط كمان. يعني جبنا نجارين فنانين اذا بدكم اشتغلوا الزخرفات اللي كانت موجوده ردوها مثل ما كانت، الاشياء المكسره تجمعت مثل البازل ورجعنا قدرنا نرد كل هالخشبيات ذات الطريقة، كان ككونستراكشن تكنيك أما كشيبس نقدر نردها مثل ما كانت قبل. محل ما كان عندنا أرضيات من رخام الكرارة كمان حافظنا عليه، وزيت الشيء كمان للحيطان والألوان، نحن وعم نشتغل ونحف نطفي الحيطان بين معنا الأوثنتيك كولرز اللي كانوا مستعملينهم من قبل. ومنعتبر حالنا هون بعملية الترميم قدرنا نجحنا لأنه حفظنا على القيم تبع هيدا البيت يلي هو عنده قيمة تاريخية، قيمة معمارية، قيمة تراثية، حتى urban value بحكم وجوده وبكونتكست وقريب على درج غلام واتسترا. سو منعتبر حالنا أنه هالميشن كانت ناجحة بمطرح معين. إعادة ترميم هالمبنى التراثي ما كانت رح تكون ممكنة لو ما دعم المتبرعين إن كانوا أفراد أو مؤسسات، وأكيد وجود فريق عمل مختص على الأرض اللي قام بتنفيذ هالأعمال ساهم بشكل كبير لوصول للنتيجة المرضية اللي نحن هلأ كلنا مبسوطين فيها.